أسأل عن معنى حديث وهل هو وارد؟ قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي ببلاء فكتمه 3 أيام صبرا واحتسابا كان له أجر شهيد. هل هذا الحديث صحيح؟ لا أعرف هذا الحديث ولم أقف عليه، ولكن الصبر عند المصائب مطلوب شرعا وفيه أجر عظيم. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لا شك أن الصبر والاحتساب على المصائب وعلى الآلام أنه مقام عظيم من مقامات العبودية. الله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر جاء ذكره في أكثر من 90 آية من كتاب الله عز وجل، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، مما يدل على أهمية الصبر. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. هذا يدل على أهمية الصبر والاحتساب. وأما تحديده بأيام أو هذا يحتاج إلى دليل. الصبر مطلوب دائما وأبدا. نعم.